السلام عليكم. تم في بحر الأسبوع الماضي تدشين أكبر فضاء لإنشاء شركات مصغرة وتطوير الإبداع في مجال التكنولوجيا والتكنولوجيا المعلوماتية والمعرفة في قسنطينة، إذن حيث أنه تم إنشاء ما يسمى بكونستانتين هيل، وذلك نظرا لتم ما تم إنشاؤه في أمريكا بما يسمى بالسيليكون فالي، اللي تعتبر مجمع لأكبر الشركات الناشئة التي يتم إنشاؤها، يعني لستارت اب سكونا بالي ستارت اب. وهذا المركز اللي تم إنشاؤه في قسنطينة يحتوي على ما لا يقل عن 400 فضاء مخصص للشركات الناشئة، وكذلك يتوفر على كل المرافق من أماكن للإيواء وكذلك مكاتب وكل الوسائل التقنية لمرافقة إذن أصحاب المشاريع من طلبة يعني بعد التخرج وأصحاب الأفكار في ميدان يعني تكنولوجيا المعرفة وإنشاء شركات في مجال المعلوماتية والتسيير بكل فروعها باستعمال يعني آخر تكنولوجيات. وهذا الفضاء الذي تم إنشاؤه بقسنطينة كما قلنا اسمه كونستانتين هيل، يعني بمقارنة مع سيليكون فالي بأمريكا. وإن شاء الله إن شاء الله هذا الفضاء اللي فيه ما لا يقل عن 400 فضاء، يعني على يعني يقدر يستوعب 400 مشروع يعني، وكذلك كما قلنا عدة مرافق في هذا المشروع. النقطة السوداء في هذا المشروع تبقى القضية الهندسة المعمارية والهندسة نتاع يعني المجمع هذا، اللي ما عندناش للأسف ما عندناش بناية جميلة عصرية تلم هذه الفضاءات هذو، يعني الهندسة المعمارية التي استعملت في إنشاء هذا الفضاء يعني هندسة بسيطة عادية، يعني تقدر تكون رديئة جدا. هذا أمر يعني والله أنا إني أصرخ بسبب هذا التصرف نتاع المسؤولين، يعني ما عندناش مبدعين، صحراء عقولهم، صحراء في عقولهم. يعني فضاء مثل هذا المفروض تكون فيه عمارة بناية عصرية كبيرة ذات طوابق كثيرة وكذلك ذات يعني طراز عصري، يعني الإنسان كي يجي للفضاء هذا يحس وأنه في فضاء نتاع إبداع. لكن للأسف لا توجد بناية يعني على مستوى المشروع هذا اللي كما تاع كونستانتين هيل هذا. والله شيء مؤسف أن ليست لدينا نظرة استشرافية ونظرة جلوبال، يعني نظرة شاملة. شيء مؤسف، نحن لا نفكر في المدينة ولا نفكر في العمران، نبني مرافق متبعثرة ولكن لا نبني أحياء ومدن وعمارات اللي تعمر يعني تمد نظرة إيجابية. يا للأسف مشروع كذا هذا، لكن غياب العمارة، غياب البناية اللي توحي بأنه فيه مشروع 400 فضاء
مخصص لي ستارت اب للشركات الناشئه. والله الامر رغم انه الهدف نبيل لكن البنايه غائبه، والبناء بصفه عامه والعمران بصفه عامه والهندسه والابداع الهندسي والمعماري غائب من اذهان المسؤولين تاعنا. ان شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.